اليوم باش نحكيو على ظاهرة فساد برشا في بلادنا اللي هي الطلاق، خاصة في العشرية الأخيرة من 10 سنين الأخرانيين، نسمعوا ياسر الطلاق وأغلب المطلقين صغار في العمر، ما تعمرهم في 30 سنة. علاش حسب رأيك شنو هو السبب اللي خلاهم؟ خاطر معارس ماهوش مقتنعين، خاطر ما درسوش بعضهم قبل العرس. باهي عرفوا بعضهم، عجبوا بعضهم، عرس برا نعرس، من بعد عرفوا بعضهم، بعد ظهرت الحقيقة كهو، ولذا برا برا هم يسخلوا العرس سهل باهي وداروا، ومن بعد الفريق فهمتني؟ تبارك الله عليك. بعضهم معرسين، كل واحد معرس بحاجة أخرى. عايزينك تحكي عن خبرة. خبرة خيط تبارك الله، عمري 50 سنة راه. فما اللي ولات هي أمور تجارة. تجارة؟ باش نحكيو اللوجيك، فما اللي تعرس تجيب صغير تحب تطلق باش ياخذ نفقة، وفما مثلا كما نقولوا فما زادة فينا نحن رجال صفة عامة. من الأول اللي حل في الدنيا جنع، فهمت شنو؟ عندي وهز وقاوي ورسترونيت وعالم، ومن بعد وقت الرسمي مش في شرق هاي الشيء هذاك، معناتها عشت في عيشه وجبت العيشه ساحيت، فما بتلصل تفهم، تقول لك ما يسالش حلو ومر، حتوفى العمر كيما عاش بابا كيما عاشت امي كيما عاشوا الناس الكل. وفما خويا اللي ما تصبرش، ما عرفش انا بلغه هي عندها كذبت عليا ولا عايشني فيه، وهي ما اختيار من الاول اختيار غلط، وظروف الحياة وظروف المجتمع تبدل، يعني يا بليزيور فاكتور اللي هما تدخلوا فيه، العادات والتقاليد والمتطلبات الحياة والظروف الاجتماعية اللي تبدلت، يعني كانت سبب. وانا بالنسبة لي انا الاختيار الشخص هو الغلط. فما برشا عوامل، مش عامل واحد، فما برشا عوامل برشا اسباب. اولها قلت لك نجم يكون المادية، ثاني حاجة تنجم تكون الطفلة تبدا من عائلة أغنية وهو من بعد يبدلوا على بعضهم، من بعد يكونوا متوظفين الزوز، ومن بعد يصدموا بالواقع وقت اللي تجي الكوش ويجي الحليب ويجي كل شيء. أهم حاجة هي الحالة المادية وفارق العمر. كي تسمع معناتها واحدة عمرها 30 سنة تقول لك أنا طلقت، معناتها عرست صغيرة في العمر، معناتها هوني العمر يلعب دور. مش عليها هي أنا تو لهنا في العمر، اللوم على والديها اللي وفقتها، خاطر هي كي عرست تلقاها ماش في وعيها. 21 ما هيش راكزه في مخها، مازال ما تعرفش حتى عمرك كعب عظم. عندي انا 21 سنه. حسب رايك انت شنو هو السن المناسب اللي نجم يعرس فيه الراجل وتعرس فيه المراه؟ الراجل 30 سنه، 30 ماكسيموم، والمراه من 25 لفوق، 26 27 كيما نعرس 27 سنه مخي راكز. هي العمر يدور بالطبيعه، هي انت باش تنصح العمر اللي معناتها عمر النضج هذاك نجم يعرس فيه؟ والله بالنسبه للراجل 35 باهي، فهمني، والطفله 28 29 ما لغه تو تقول لك انا 25 وليت باير ماشي، خاطر الدنيا ما نعرفش انا، هي بطبيعتها ترزان وهو يرزان، ولاو خموا في المستقبل، فهمني، خاطر المستقبل العرس راهو صعيب، مش فيه صغار، فيه معيشة مشتركة، فيه مثلا برشا حاجات، فهمني، ماشي سازية، هي أمور تركيز وأمور مشروع، هو مشروع من المشاريع كما تحل أي مشروع، فهمني. أما ذا شنو مشروع معناتها فيه إنساني، فيه حب، فيه مشاعر، فيها وجيل المستقبل كما نقولوا، فهمني، خاطر فما صغار ما نضجوش قاعدين ويبوا يعيشوا المراهقة متاعهم، ما يتحملوش المسؤولية، وال الزواج يبي مسؤولية الحق ايوه يبي مسؤولية. حسب رايك انت احسن عمر للزواج عند المرأة وعند الراجل قد ايه؟ المرأة من 20 صغيرة، من 20 صغيرة، لا 25 ولا 25 28 اي ولا 30، لكن الراجل من 37 38 يلعب دور ياسر، خاطر ثم برشا ما خاطر ثم برشا ما ولا ما ما في في الصغر نتاعهم ما فرحوش ياسر، كي يعرسوا جون كي يعرسوا يعني صغار، يعني مازالوا ما لقوش الوقت باش يفرحوا برواحهم، باش يعدوا وقت مع اصحابهم ولا حاجه، ولا كي يعرس يعمل حوايج ما عملهاش قبل، يعني ما لقاش وقت باش يعملها قبل. اش عامل معاك المسير؟ سبا جبتوا الاثنين؟ لا والله لا مسيطرة. شو لا مانيش مسيطر، لا مسيطرة بصراحة يا سيدي. لا والله لا والله لا، ما عايشة متوازنة وكهو، حاجات تافهة ما نركزش معاه، عادي تغشش خلي
خاطر يدور يدور يرجع لكلمتي، خاطر ان كلمتي صحيح. ما نعرفش قوية برشا يدور يدور ويرجع. اي خاطر نخليه ما هو مقتنعش هو المرة الأولى. نهايرين اخرين نعاودوا نجدوا نفس الموضوع، نعملوا قهوة ونقعدوا. يقول لك انا خذ بنت الوصول لعل زمان يطول، كي يقول لك بنت لصل وتوكلها الخبز حافي تصونك، وقلة لصل وتوكلها لحم كتافك تخونك. اي صحيح. صحيح المثل. اليوم الشاب التونسي مازال يمشي بالاصل ولا جوست تشوف طفله مزيانه وعندها فلوس وكهو؟ اي اغلبيه الشباب ما عادش يهم تو، هو ما بخاطره هو بما انه بخيل ما يخدمش، يحب كل شيء صحن تونسي حاضر، قوم يلقى صحن تونسي على الطاوله ايش يحبه ما ياخذوش. الراجل التونسي حاليا يحب على بنيه تخدم ستابل في الخدمه نتاعها، عندها مورد رزق باش ما تكونش عليه عبء ثقيل، قاسمه في الحياة، ويلزم أن تكون شريكة حياته تقبل بهذا المبدأ، يلزم يكون هو واضح وضوح وضوح الشمس، يعني الحياة شراكة، كما نقولوا نحن عندنا الشراك في الملكية وهو القانون، أنت يستشير يعني أنت العدول كي يجي يكتب صديق يقول لك تحب الاشتراك في الملكية ولا الانفصال في الملكية، كما قبلته يلزم هو يقبل، يوضح ولا هي توضح اسكو راهو يا بنت الناس ولا يا ولد الناس، رانا بعنا باش نقيموا باش نبنيو مع بعضنا حياة فيها أسرة باش نبنيو بها أجيال، فيها أنت عندي أنا وضعي في تونس الحياة غالية وغالية جدا، شكون نجم يشري دار وشكون ينجم يشري كهرباء، دونك أنت يلزمك تكون عندك استقرار مادي تخدم وتعاوني وباش تهز معايا وضن القفة، هكا تمشي هكا ما تمشيش، من بعد تولي تدخل فيها المشاعر والاحترام والعائلة هذيك تولي، أما قبل كنا نحن توا سي لانفيرس، قبل ناخذوا على بنت العائلة ونسألوا على العائلة ونسألوا بنت شكون، ما يهمناش في قرايتها ما يهمناش في نيفوها، توا سي توتا فيليكس معناها لونفيغ معناها الوجه الآخر اللي هي تكون مستقرة في خدمتها عندها مورد رزق وتكون بنت عائلة. فما اللي يغزر بنت تصل وما يهموش في الزين، فما اللي يغزر وحدة اش عندها في اش عندها فلوس اش عندها كونت، فهمني؟ وهي خير الامور اوسطها بنت اصل وزاد تكون مقبوله، خاطر اغزلي اصلها قبل زينها وفعايلها قبل زين، فهمت؟ رجعت في كلامك تو شوي. لا ما هو زاد اخويا اغزلي نكلمك حاجه باش ما تحرجنيش في حاجات، معناتها انا قلت لك فما بنت الاصول اللي تفهم شنية الدنيا وامها علمتها وما نقولوش بها خاطر الام هي الاساس، فهمني؟ وفما اخويا اللي ما ترضاش ما نعرفش انا تحب تعيش عيشه فوق طاقتها، زاد منين باش يجيبها ولد عم؟ الراجل اللي قبل كنت نحكي معاه قال لي كلمه باش نعاودها لك كما هي، معناتها به قال لك اغلب النساء ولاو يعاملوا فينا تجاره، قلت له كيفاه تجاره؟ يقول لك يعرسوا بينا باش بعد يطلقوا ياخذوا نفقه كي جاتها شهريه وهي مرتاحه، تجيب صغير منه وتقعد لك عندها النفقه وهي مرتاحه. لا مش صحيح. مش صحيح. غلط كلام. خاطر هو ذي نظريته هو، خاطر هو نظريته مبنيه مقلوبه، خاطر هو يخزر للماده ماهوش يخزر للشخص. باهي؟ فما نساء تخزر للشخص وفما رجال تخزر للشخص، سواء غنيه ولا فقيره، ساعات تلقاها غنيه. وكي تمشي تحكي معاها تلقى عندها برشا حاجات تقول لك انا تغنيني على الفلوس، باهي ما عندهاش هي تعيش به. باهي؟ اي ولذا هو نظريته غالطه في المجتمع، خصوصي للمراه. مش على خاطرني انا ندافع على خاطر المراه، لا. على خاطر هو نظريته غالطه في النساء. اليوم وجل الشباب ولا هرم العرس، يقول لك انا اخر حاجه خمم فيها العرس، بيتي علت الامكانيات. ايش رايك؟ مسؤوليه خاطر. بالحق مسؤوليه. خاطر راك خذيت بنت الناس وسعي معناتها خرجت من تحت بوها وامها معناتها في كرومته هو، فهمني؟ مسؤوليه بالحق ولا يا بار فلوس، فلوس عرس يا اخي شنيا انت وانا والاخر، فهمت شنو؟ من بعد العرس باش تكثر عليه المسؤوليه، باش تولي مصروف كما قلت انت، وكان ما عندوش دار كاري وضو وماء وانا قلنا، ولا مرة زاد عندها راهو يلزمك فما حاجات تقومهم لها مثلا، ما نعرفش انا حجامتها حمامها، فهمت شنو؟ لبستها كندادها كنا تمشي السوق عندها، فهمت شنو؟ هل اللي نجم هو يوفر بون هي انا قلنا يلزمها ترادع الامور، اما فما حاجات خاطر ما نشوفش تمشي لخوها هي ولا بوها باش هو هي على ذمه راجل، فهمني؟ وفما اللي ترضى اخوي ما يسالش تقول لك انا ما راجل تونس ولا معاش نجم يحمل مسؤولية، مش قد المسؤولية ولا شنو؟ مش قد مسؤولية، الدنيا غليت خويا وصعبت بالحق والله ونقسم بالله،
20,000 تو ما عادش تعمل شيء. باكوكوش راهو ب 14,000 هدرا قداش. تصور انت معناتها باكوكوش راهو كل نهار ينزلوا باكوكوش. الحياة تبدلت، الراجل ما عادش ينجم يخلص في مليون، ما عادش ينجم. المرأة قبل كانت نجم تسكن مع حماتها في بيت. ويتقاسموا نفس الكوجينة ويتقاسموا نفس الصالة. توا تحب أبارتمون أون ستاندينغ. افيك كاميرا دو سيرفيونس افيك تيلي تيل، وهي نا با النيفو ني لو ماتيريال ني لو انتيليكتويل. كي تبدا عندها النيفو انتيليكتويل باش تختار بيه شريك حياتك، لا تختار له لا على مكتوب موجود. نحن المثل في تونس نقولوه المال يغدى والرجال تجيبه.